السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زوار قناة الدمري في الموقع العالمي اليوتيوب، أدغاهم نذور من جديد في فيديو مسجل باش أكون نتواصل فيما يتعلق المشاكل الجماعة نبني سيدال الجبل مواريا غضا من السور خل مشاكل يعني لما ما يمي مجلس ميمي الجماعة نبني سيدال الجبل وتوصل شا المصالح التي تهم المصالح تهم من سكنة يعني كباقي الجماعات المحلية. آخرها نهارا الإخوان نهارا الخميس فبراير 2021 نتوالى بأنه جماعة إعزان بإقليم الناظور توصل الحافلة الإسعاف يعني سيارة الإسعاف مجهزة بأحدث الوسائل التقنية باش أتمعاون لومبيلونسية ثانيتا يعني من أجل قضاء مآرب ومصالح المرضى ساكنة جماعة إعزان. ولكن شن ما يمي خوز عما الجماعة بني سيدال الجبل وتوصل شا وتما وتستفيد شا مجلس جهة الشرق يعني إخص الساكنة الجماعة بني سيدال الجبل بجميع المداشر باش السنن ما يمي. لماذا نشن جماعة النق وتستفيد أي حاجة زي مجلس جهة الشرق مع العلم أن مجلس جهة الشرق يخدم في جميع مناطق الجهة الشرقية؟ ثمان أيام خص نطرح الساكنة باش أذيرين يعني على بينة من أمرهم. مرة من أيام يتسبب ذيس المجلس الجماعة نبني سيدي الجبل بزعامة الرئيسة ونائبها الثاني تقود زعما غير المعركة باش أتحارب المصالح الساكنة. يسبقاسن بأنه جين إجن جريمة في حق المالية العمومية وهو في سنة 2019 ومحولا اعتمادات مالية كانت مرصودة باش يديري غزيزن دراسة مجموعة من المقاطع مجموعة من المسالك الطرقية باش غاسن تيري الدراسة في حالة أنه أي إدارة من المملكة المغربية ممكن أتعذر شن مقطع طرقي غديري الدراسة موجودة. ولكن مع الأسف الشديد نتفاجأ بمجلس جماعة بني سيدال الجبل بزعامة الحاج قريش ممثل ساكن الدائرة الانتخابية رقم 12 قاموا بإدراج درج النقطة تحويل أموال كانت مخصصة لإنجاز الدراسة التقنية على مجموعة من المسالك الطرقية باش تحول المبلغ المالي الميزانية لإنجاز الدراسة حمزيس نتسغن التوموبين كات كات إساعدة الرئيس باش أزيسي السعر وتوموبين النبا فقط يعني من تعني السكينة جماعة بني سيدال الجبل يلا يتم تغسط رمزوت زي الصندوق للجماعة مع العلم أن الجماعة تعاني يعني بدقة راش ماشي ماشي نبوغ داين الجماعة فقيرة كلشي فقيرة ولكن يما يمي غتستغلتهم وبين مرا الجماعة فقيرة قال خوتهم وبين نتغس طارية تصن 8 ذي مازوت مين تق ما المصلحة تقدمو بين النير واتق وتقدم أي خدمة المواطن فقط أنه استغلت السيد الرئيس والنائب الثاني غيت كعاد زي الزيج عداني غزق سنغان باش غير حغا المقر الجماعة غيت غير مدينة مرزين نهار باش غير يسي أسه ونعود دي كتكتن أقوم يخصمين خصنا السنن ثاروان نجمع البليسي ديال الجبل ثاروان ساكنا نجمع البليسي ديال الجبل يخصنا السنن منايا النقطة ياثينا الجرائم المرتكبة في حق رعايا جلالة الملك بجماعة بني سيدال الجبل حولا تمنيات كانت مخصصة للتنمية البشرية إلى باش تسغن كتكات يا السيد الرئيس واش تسمى
من هي يقبريث المنطق عماس ابدا ساكنا جمعا بن سيدي الجبل الزون الزون التنميه ويا الزون بوتوم وبين الرئيس ارغن قضا ارغن سالا غاك التنميه ارغن سالا غن السيودي اسني السيودي وذانا من مار تفاوت انا عذر المقاطع الطرقيه خلي غنسغي كات كات الزيت وما عليك غايا الرئيس الجماعة غيز دغسني نيز دغدي شان لمد شردي شان الدوار يو على غاس وغاسبو وغاسبو بريد غاس بريد يقساح ذي سيزرا هذي سغكات كات باش زي سي عدو ذي راحض يعقح طيا رئيس الجماعة غيز دغدي سندينت وات سنن السكينة الذي في أوق ذي مواسم الانتخابات كما هو الشأن بالنسبة للحاج قريش النائب الثاني يتسنني وظني الله في مواسم الانتخابات تصديق الأصوات نصن يقواغي تاع غاشغر نس ثاني تا إهانة تعتبرت الشنكة فعاليات المجتمع المدني لابن سيدي الجبل إهانة تلو الإهانة للساكنة للمواطنين أني مخاس وهو أنه الجين سحب الغان لاتفاقية شراكة تغات أك مجلس جهة الشرق وكان من المفروض انه مجلس جهه الشرق معليك قيم الاتفاقيه الشركه النيه الي ممكن ان غيعذر المسالك الطرقيه ان غيكمل تهيئه المركز ان غيكمل انشاء الملاعب القرب ولو انه يجي الملعب القرب ثم واث من يتجين يعني اغتصب انتزي زي العائله من القضوي ذي دوار القضيه اغتصب ناس يعني قاموا بنزع الأراضي بدون إنجاز المسطرة القانونية في نزع ملكية تلك القطعة الأرضية باش معوضا 6 مليات لأنه المشروع النير يخدق 6 مليات ويخدق بو الصدقة واجبو فابوه وذني كان مجلس الجماعة بن سيدي الجبلي ورطكيس حتى مجلس جهة الشرق ذي ثمواث العائلة القضوي الزاتي مجموعة مدارس أبو القاسم الشابي اغتصاب الأراضي يعني تسمى انتزاع يعني الأراضي من مالكيها الحقيقيين بالقوة يعني القانون المصادرة للأراضي ورد غا جمعا بن سيدي الجبل عن طريق المجلس يعني مع الرئيس والنائب الثاني والنائب الثاني الوحيد قد حتى تصوات ما مني اغتصبن الأراضي العقار القطاع العقار المواطنين العائلة من القضوية من دوار القضية ومن يظن نقاط خسر السنن يوذان السكينة نجمع عن بني سيدي الجبل باش واحد تغليت نشاق موان نغني لأنه الحاج محمد قريش نتجدين دي ضم قران دي العضو دي المجلس نجمع عن بني سيدي الجبل ومع ذلك يقود باش التفذ السكينة نجمع عن بني سيدي الجبل واتستفيد نشاق 600 ذي الولاية ثانيتا ما يمي الله أعلم ما غاس من يغاس على قن تصويت لي أوقات الانتخابات خمين تصوتني وظن الطريقة لما مش كيسني يتمع مال ما يتمع مال كيس نسجن الطريقة نشنوات نسينشا مهم من ينشن الإخوان تلاحظ بأنه جميع الجماعات المجاورة لجماعة بني سيدي الجبل تستفد ستنمية تستفد سلومبيرونسا تستفد سيبريذن تستفد يعني جميع ما يتعلق بالتنمية إلا جماعة بن سيدي الجبل محرومة لأنه المجلس الجماعة النس الجماعة بن سيدي الجبل يقوى ضد الطيار ضد المصلحة العامة للمواطنين ضد نشر التنمية بجماعة بن سيدي الجبل من يخسن السنن المواطنين النق في جميع المداشر يخسوا وهم يتغلي تحد يخسوا وهم يتحش حد هذه يستيو الشفاء والشام هذه يستيو الشح أين خصيصاً العقوبة مع الإخوان؟ إنه يحول التنمية التنمية نبريد أنه حسخين زادتهم وبينين خصيصاً الرجم بالحجارة ما ريد وردغوهم شان يجنس قنا يعجم التسيزرة هنا يقودان النقطة من يجن النقطة ذي جدول أعمال الدوارات السابقة إنه وغاسن هوم شان دي بن سيدي الجبل الإخوان إنا زدغن خارج ضرب الجماعة وغاسن بور حق دا الذورين غايوذان من جديد ذيك سن الأصوات نصن ونشي نقنق بالمرصاد لهذا النوع من المنتخبين الذين تتخذن الأصوات من المواطنين باش يتقعدن غير الجماعة هذا حد هلكن يتسمى هذا الزرن خل إدارات يتوغى ممكنة كنغساه منت
ذي التنمية ذي بنيسي ديال الجبل. وشكرا لكم وإلى اللقاء.